يلا نخش على العمل على طول ونعمل اول بروجكت، وهنستخدم سي ال اي تول تساعدنا في اداره البروجكت بتاعنا. هنسطبها عن طريق ام بي ام، فهنقول ام بي ام انستول، وطبعا هنسطبها جلوبلي عشان نقدر ندخل عليها من اي مكان في الكمبيوتر بتاعنا. هنقول اد انجلر سي ال اي، وطبعا احنا الافضل ان احنا نبين فيرجن معين، فممكن نقول لاتست عشان يسطب لنا احدث فيرجن وقت التسطيب، او نقول له فيرجن 17 عشان تبقى ماشي مع نفس الفيرجن اللي انا هستخدمه هنا. بعد ما سطبنا انجولار سي ال اي تول، بقى عندنا كوماند جديد اسمه ان جي للتحكم في مشاريع انجولار، تحت منه شويه سب كوماندز كده زي نيو اللي بنقدر نعمل منه مشروع جديد، او جنريت واختصاره جي، نقدر نجنريت كومبوننت واختصارها سي، او سيرفيس او بايب او دايركتيف. نعمل بقى البروجكت بتاعنا، واللي هيكون عباره عن سوشيال ميديا ابلكيشن. فهنقول ان جي نيو، نديله اسم الابلكيشن بتاعنا وليكن سوشيال ميديا. بيسألني عايز تعمل انجولار راوتنج، فهنقول له يس. وبعدين بيسألني على السي اس اس فريم ورك، انا بحب استخدم اس سي اس اس واللي هو شبه السي اس اس العادي، ولكن بيدينا شويه فيتشرز اضافيه زي ان احنا نقدر نستخدم فاريبلز. هنا هو كاريت البروجكت بتاعنا، ولكن لسه بينستول الباكجز، فهنستنى عليه شويه لغايه ما يخلص ونرجع له تاني.